بسم الله الرحمن الرحيم. التكفيف وتأثيره على التمور ومحور جدل كتير وكلام كتير وتصرفات وناس جربت حاجات كتيرة. تعالوا نشوف إيه الموضوع. هذا البرنامج برعاية ما هي أحسن طريقة لتجفيف التمور؟ الأسئلة اللي جات لنا كلها عن التكفيف هي محاولة فهم التكفيف ده عبارة عن إيه وتعمل فيه إيه. فإحنا في الحلقة دي هنقول إيه التكفيف اللي كان موجود وإيه التطور اللي حصل له وإيه آخر حاجة الناس وصلت لها في شرح مبسط وسريع مع المهندس مرسي اللي هيقولها لكم وحرجع لكم بالنصيحة بعد كده. موضوع التكفيف من المواضيع الهامة جدا بالنسبة للتمور اللي بيعتمد عليه محصولنا بالكامل، يعني ممكن نكسب المحصول أو ممكن نخسره. فهنبدأ الأول ناخد نبذة عن الطرق التقليدية اللي كانت ماشية قبل كده أو متوارثينها عبر الأجيال. فبنقول إن الطريقة الأولى كانت عبارة عن فرش مشمع من القماش ونفرد عليه البلح بطريقة ما، وسواء كانت مظللة أو غير مظللة كانت عرضة للأحوال الجوية من جهة الرطوبة، عرضة للحشرات، فضلات الطيور، حتى المتغطية كانت تعدي فضلات الطيور ولكن عرضة للنمل وبقية الحشرات، تغيير في لون الثمار. دخلنا بعد كده على المرحلة اللي هي بتبقى الصوبات البلاستيكية، وهذا طبعا لازم تبقى نفس الصوبات اللي هي متوفرة بالنسبة لزراعة الخضار، مع الأرضية بتاعتها تكون أسمنتية أو سيراميك، وفي الحالة دي بتكون بتدي نتائج يعني أفضل شوية من الطرق التقليدية، ولكن بيعاب عليها زيادة الطاقة الحرارية اللي هي بتبقى معرضة لها للتمور، وما بقدرش إن أنا أتحكم فيها بجزء من المراوح أو الشفاطات، وما بقدرش أتحكم برضو في الإغلاق الكامل إن أنا أعزلها تماما عن الحشرات. فاتجهنا للصوبات الزجاجية، وطبعا دي من احسن الطرق اللي بتحافظ على مواصفات الثمره الخارجيه والداخليه، على طعم الثمار بتحافظ عليها كويس جدا، بقدر اخد محصول منها كويس جدا، ولكن يعاب عليها الوزن الثقيل بالنسبه لعمليه التركيبات، سهوله الكسر، صعوبه التنظيف، خاصه لو في مكان فيه غبار كتير او في تغيرات جويه من ناحيه الشبوره او خلافه. فطبعا مع سهوله كسر الازاز والنظافه فدي بتعمل معنا مشاكل. فاتجهوا للحاجة الحديثة جدا اللي هي البولي كربونيت. البولي كربونيت اللي هو يتميز بالمرونة وسهولة النظافة مع نفس جودة الصوبات الزجاجية بأقل تكاليف. طبعا جوه الصوبة لابد برضو يكون فيه بعض الشغل اللي بيتعمل سواء في الزجاجية أو في البولي كربونيت، اللي هو إن أنا لازم تكون الأرضية عندي سيراميك أو أرضية أسمنتية، بيكون عندي زي شيالات او استندات بالنسبه للنخل من الصلب المقاوم للصدأ عشان ما تبصمش في التمور او تعمل معايا طعم مش كويس او تعمل معايا مخلفات. طبعا عدينا في الكلام ان قبل موضوع التكفيف اساسا لابد ان احنا نكون داخلين في الفرز بعد الجمع مباشره. ده فرزه بتبقى نعمل فرز للثمار اللي هي المصابه او الثمار منتفخه القشره، ده لازم اتخلص منها قبل ما اخش في موضوع التكفيف. بعد كده بندخل الصوبات البولي كربونيت اللي هي افضل طريقه هنتفق عليها من ناحيه التكاليف ومن ناحيه سهوله الانشاء. بعد كده نقدر نحصل من 2-5 يوم على التكفيف المناسب اللي هو من 18-22، وده على حسب طبيعه الصنف وحسب طبيعه المنطقه برضو. 2-5 يوم يتوقف عليها الرطوبه الجويه وتوقف عليها كميه الرطوبه الموجوده في الثمره من المنطقه اللي انا مخرج منها التمور.
طبعا بنوجه لافضل طريقه انها تكون الطريقه البوليكربونيت من ناحيه السهوله ومن ناحيه الثمن ومن ناحيه الاحكام الكامل. بنقدر نحط فيها مراوح شفط للهواء اللي هو المحمل بالرطوبه، فبنقلل مده التكفيف جوه الصوبه. فاعتقد دي احسن طريقه والله الموفق. سمعنا مهندس مرسي تفصيلات كتيره عن كل طرق التكفيف، وارجو انها تكون وضحت لكم، وان شاء الله هرجع لكم بالنصيحه بعد شويه صغيرين. هذا البرنامج برعايه نصيحتي النهاردة هي للناس اللي عايزة تجفف التمور، سواء في أماكن رطبة قوي أو رطبة نصف أو في احتياج تمور، أنها تلجأ للبوليكربونات. مادة البوليكربونات بتسمح للحصول على ميزات مختلفة، السعر المعقول لكن الجودة العالية، وبالتالي صحيح هي أغلى شوية من الطرق التقليدية لكن إحنا بنحصل على جودة وبنحافظ على الثمرة بتاعتنا، وأرخص من الطرق الزواجية اللي بتساعدنا كمان ناحية التكلفة. فهي في الحالة دي هي أحسن طريقة لتكفيف التمور والحصول على أعلى جودة وإن شاء الله أكبر عائد.